صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا مستر. احكي لنا بقى البلو هول ده نظامه. والله حضرتك ده يقال ان هو في نايزك نزل هنا من ملايين السنين في البلو هول، عمق الحفره الزرقاء اللي قدامنا دي 110 متر بالظبط. تمام. طبعا في اسمها السيمتري بلو هول، يعني مقبره البلو هول للغطاسين. دايف دايفين فيه، دايف دايفين مات كتير هنا، طبعا بيبقى اخطاء طبعا منهم هم، لان هي طبعا منطقه مش اي حد ينزلها، لازم يكون مع انستراكتور ويكون محترف جدا ان هو يعرف ينزل ازاي. في ناس طبعا ماتت ثانيه من الفري دايفين. الفري دايفين ده في مات ناس كتير منه، لان بيبقى عندها اكسبلوشن في اللانجز او اكسبلوشن في الاير درام طبعا نفسه، لان بيكون عامل حاجات خطا. لان المسابقه السنه دي كمان معموله على 137 متر، وطبعا المتصدر ليها كل سنه اليكس الروسي، والدته ناتاشا الروسيه طبعا متصدره الفري دايفين. كانت بتنزل دي 90 متر بدون اي حاجه. هو بينزل السنه دي المسابقه معموله على 137 متر، يعني تقريبا 3 دقائق لثانيتين تحت الميه. يلا بينا. ودي اسمها سيمتي بروفو دايفين. طبعا لو انتوا رايح او اي حاجه ما ينفعش اصلا ينزل هنا، لا تصريح مركز الغطس هيطلع لك تصريح او السنتر مش هيديك عده، لازم تكون مؤهل انك ازاي تعرف تنزل هنا، ويكون اخر غطس عاملها لا تتعدى مدتها 10 او 15 يوم بالظبط عشان تقدر تنزل هنا، لان مفيش اي حد طبعا مش اي حد يقدر ينزل هنا. طبعا اكتر حد نزل هنا بقاله قد ايه؟ عدد ايه تحت المايه؟ لا ده احنا لو هنتكلم في الغطسه التكنيكال، الغطسه التكنيكال مش بالوقت، هي بالعمق. تقعد زي 5 أو 6 ساعات تحت المايه. طبعا لكن في الناحيه الثانيه الساوث دهب في الجنوب، في منطقه اسمها قبر البنت، احمد جبر كان نزلها قعد 336 متر. سمعت عنه. في صدام الكيلاني نزل قعد 6 أيام و2 ساعة بالظبط تحت الماء، واللي طلعه سبب واحد بس، مش ان هو تعبان او حاجه، لا ده كان في حصل عنده تشققات في شفايفه، فطبعا بيأهل نفسه تاني، لكن هينزل لان ان شاء الله بيأهل نفسه انه ينزل يقعد 15 يوم تحت الميه. عظيم. هو كسر كده كده الرقم القياسي، ولكن هو نازل يقعد 15 يوم. صدام ده الدنيا كلها سمعت عنه. صدام الكيلاني انسان ظريف وجميل ومحترم ومن الاسماعيليه، وعنده 32 سنه دلوقتي، وراجل محترم جدا يعني. ان شاء الله. ايه احلى مكان في دهب بقى الواحد ممكن يلف دهب كلها؟ هي دهب كلها جميله، لان لو اتكلمت على البلهول، البلهول ليه وضعه. لو اتكلمنا على محميه ابو جلوم برضه ليها وضعها. لو اتكلمنا على المالديف الثانيه البلو لاجونا برضه دي وضعها تاني. فكل مكان في دهب ليه جماله. طبعا الثري بولز دهون برضه مكان جميل، في لاجون دهب، في جبل الطويلات، سهره بدويه، وبيبقى في فاير شو لو انت عايز ميوزك، مش عايز طبعا الكلام ده كله موجود هنا. عظيم، الف شكر. اسمك الكريم يوسف اوسكي، ويب سايت ام تي اس. احلى يوسف، احلى جو حبيبي. جو تحت امرك. لو عجبك الفيديو لحد دلوقتي دوس لايك عشان استمر في المحتوى اللي انا بقدمه، واتمنى يكون عجبك. الفيديو لسه مخلصش، تعالوا بقى نبصوا تحت المية البلو هول دي عبارة عن ايه.